زغنططه عايز اقولها معلش بعد اذنك. لان دي انا يعني مصمم اقولها عشان انا كلكم هتتبسطوا بيها ان شاء الله. انا هقول تحيه صاروخيه من اسوان لاسكندريه، كلنا بندعي لك وبنقول لك ترجع وسطينا تاني يا مؤمن يا زكريا. اللهم امين. اللهم امين. وجميل منك جدا، ربنا يخليك. احنا كلنا بنحبه وبنتمنى له يرجع. والرياضه اخلاق، واهم من ان احنا نبقى متعصبين ان احنا كلنا نحب بعض. يعني لو واحد تعبان في اي نادي تاني لازم كلنا نقف جنبه. دي انسانياتنا ودي طبيعتنا يعني. ان شاء الله باذن الله هي دي النقطه. ويمكن